مرحبا بكم، الناس الكل، في اخبارنا الرياضيه. التشكيله المحتمله للنجم الرياضي الساحلي في نهائي البطوله العربيه. سيكون النجم الساحلي على موعد مع كتابه التاريخ من خلال مواجهه الهلال السعودي في نهائي كاس زايد للانديه الابطال، ويسعى فريق جبرت الساحل لضم هذه البطوله الاغلى والاقوى هذا الموسم. وقد انهى المدرب روجي لومير تحذيراته للحدث، ومن المنتظر ان تكون تشكيله الفريق على النحو التالي: وليد كريدين، زياد بوغطاس، صدام بن عزيزه، عمر كوانتي، امين بن عمر، كريم العواضي، ماهر الحناشي، مرتضى بن والناس، ايهاب المساكني، ياسين الشيخاوي، وكريم العريبي. حظ موفق لممثل كره القدم التونسيه النجم الرياضي الساحلي، ويروحنا بالبطوله هذه السوسه والتونس.